ويا هد ليش تضحكين؟ عفوا عمتي، بس الصراحة بيني وبينك بطنك وايد لافة يمين، يعني نسيت انك حامل. هيا جليلة الخاتمة، شلون تكلميني كذي انا عمتك؟ اسفة عمتي، ما اقصد، بس صدق بطنك كنا مخفوس، كنا كرتون، يعني غريب. كيف؟ الياهل اللي ببطني حركي، يبي يروح يمين يبي يروح يسار، انتي شكو؟ ذلفي. تعملون شيء ثاني عمتي؟ لا عن اذنك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. هاي وين أمي أم فياض؟ أمك كانت ديراني فيها. خير إن شاء الله. تعالي هني جابليني إنتي. أنا من أمس ناطرة يشق النور عشان أعرف. إنتي شو تخططين عليه؟ شو اللي تبينه منه؟ حسا ما شار عمتي إيش فيك؟ إنتي ليش حاطة دوبك من دوبي؟ أنا شو مسويت لك؟ لا تغشمين. إنتي عارفة إيش قصدي؟ قصدي سالم أخوي. سالم عمتي انتو من قلتولي والله العظيم ما قربت صوب سالم. ايش عقبه؟ عقب ما لفيتي الولد ولعبتي بمخه؟ منو اللي دازج علي؟ انا مراقبتكم من زمان وشايفه كل تصرفاتك. منو اللي دازج على اخوي؟ منو اللي وراك؟ امي؟ لا عمتي، ام فياض كلش ما لها شغل، لا تظلمينها عمتي. دام امي ما لها شغل، منو اللي لها شغل؟ بتكلمين ولا قط كشك برا القصر واطردك؟ بقول لك عمتي، بقول لك نطقي عمتي. روضه ورا كل هذا، انتوا لكم الظاهر وانا لي الخافي. يلي ما تخافين الله، ما لقيتي احد بالقصر تتبلين عليه الا امه؟ عمتي انا ما قاعده اكذب، قاعده اقول لك الصج. تبين تفرقين بين الام وولدها؟ حسبي الله عليك الله لا يوفقك لا دنيا ولا اخره. عمتي الحين انت ليش تدعين علي؟ انا شكو والله العظيم ان انا مظلومه بوسط كل اللي قاعد تقولينه.